مزيد من الحيطه والحاضر ماشي سكوش اللي كيز اللي كيز اللي كيز عندكم هنا مزيد من الحيطه والحاضر هنايا ومنين ندوز كادير هو واحد ينقذهم من الدور الحميرات باقين تيتجاراو دير لابيل دير شكون مورا يا عبد الله ما انت كاتشو يوب 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 هي هذه الطريق اخويا اه الكلاب ضاله الكلاب ضاله الكلاب ضاله الكلاب ضاله
شو 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 انا في الطلوع عاد تفكرني وفي الطلوع عاد بقى تهضر معايا يقول لي غسان طب بسم الله عليك ونقلبوا على الطريق ها آه هي الطريق سير دوز من تما كاينين كاينش لا ما كاينش اللي كنا الليل من 8 الصباح حتى 8 الليل سير يا بسم الله يلا باش سير Thank you.
باقي واحد ليش كروس غادي دايره مظلم زعما الله اخويا سير سير انا راني موراك على البطونه دابا بحال مشات كاع ما كيطيحوا هاد الجوج سير هي غادي نطيح سير ها كنقوس عليك باش طيح سير طاحت اخويا مفتوح بركه هذا هي شنو كنترك مقدي حمزة دوز
السلام عليكم. هيا هبيطه واعره مريقله. قالك صعيبه غير زيد ياك. قلتو داكشي اللي قال لكم صعيبه واني دايزه. دوز من التحت غلطت في الطريق. علاش ما ندوزوش من هنايا؟ منين ندوز؟ كادير واحد ينقذهم من الدولوب في كالات. ايوا كاين احتراج يبان لكم.